بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد 9 سنوات من دخول القوات السعودية للبحرين وغزوها ومساندتها للقوات الخليفية في قتل الشعب البحريني، بل أنها مع دخولها بدأت سيل من الدماء تجري، وحقيقة كشاهد للعيان شاهد كيف أن بعض القوات السعودية تتخفف بعض الأحيان في زي الشرطة البحرينيين بلهجتهم السعودية، وكانوا يساهمون في قمع الشعب البحريني. بعد 9 سنوات نجد بأن الشعب البحريني أبدا لم ينثني، لم يتراجع عن مطالبه، فلم تتحقق أهداف الغزو السعودي إلى البحرين، ولم يستطيعوا أن يثنوا الشعب البحريني. اليوم الشعب البحريني بكل قوة أيضا يطالب برحيل القوات السعودية، لأن أي حل ينبغي أن يكون بحرينيا يحقق كون الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة في البحرين.